السلام عليكم الاخوه، غادي نزيدو نطورو في هذا اللاين ديال السكريبت باش نتعرفوا على شي حاجه كاينه في ريجيكس باست. اوكي، حنا درنا مات ولكن بغينا نديرو مات اور سيونس. مات اور هيستوري ولا مات اور ساينس؟ ساينس. مزيان خرجت لينا هادي، غير هو الساينس ما جايبش فيها بزاف، نديرو غير 70، نديرو 70 باش تخرج لينا. اوكي مزيان، خرجتنا مات 85، ساينس 78، مات 91، مزيان. دابا تعلمنا هاد الاور هادي، يا اما ماتش دولار تو ماتش مات ولا ماتش ساينس. سهلة، اجي نديرو كتسالي باش، كتسالي باش ولا اتش، كاين ثلاثة كيساليو باش، مات و انجليش. غادي نديروها، نديرو بحال هكا، نديرو اتش دولار. اوكي مزيان، هاي كتسالي باتش، كتبدا بام وخا درناها شحال هادي ولكن غادي نعاودوها ماشي مشكل. ام ها هو مات كيبدا بام، كيبدا بام. غادي نشوفو اي حاجة ممكنة، ما عندناش مشكل، بحال نجمة مثلا، بحال نجمة هي نقطة، حيت انا مكنضرش نجمة تخدم. نشوفو نجمة ما غاديش تخدم. دابا غادي نديروها كتبدا اما بام اما باش بحال هكا. شنو غادي نديرو ليها؟ ندير ليها بحال هكا ام ولا اش. هاي هادي كتبدا بام، هادي كتبدا باش. بلاتي نزيدو ناكدو عليها بلاتي بحال هكا، ناكدو عليها بلي كتبدا يا اما بام ولا اش. مزيان، كتبدا غير باه مثلا، مازين انجلش. الا مثلا كتبت هنا مات ما تصلحش، ما تصلحش. الا كتبت هنا مات ما تصلحش، علاش؟ شنو يقول لك؟ يا اما كتبدا بام ولا ا ولا تي ولا اش، فهمتيني؟ ولكن انا بغيت ندير مات، نقول ممكن تبدا بام ولكن فيها ا تي اش. غتخرج لك غير مات، يعني كتبدا بام ولكن تابعها اطي اش. الا بغينا نديروها مثلا كتبدا بشي رقم ولا بشي حرف كما كان، مثلا صغير واخا ما عندناش شي حاجه كتبدا بشي حاجه صغيره، ا زد بحال هكا، ما عندناش شي حاجه كتبدا بصغير، ولكن الا درت ا زد ولا درت ا ها دابا درت اما صغير اما كبير. المهم ا زد يعني كتبدا بحرف، ولكن مثلا اللي بغيت ندير كتبدا برقم، واخا ما عندناش شي حاجه كتبدا برقم، نديرو 0 حتى 9 بحال هكا كتبدا برقم، ما عندناش شي حاجه كتبدا برقم. ولكن مثلا الا درت دولار 3، دولار 3 اوكي، دولار 3 كيبداو بارقام. دابا غادي ندير بغيتهم كلهم الا اللي كيبداو بام، الا اللي كيبدا بام، الا هي هادي، فهمتي؟ ملي كتفتح هاد معقوفتين الا كتولي هي هادي، الا اللي كيبداو بام هي بحال هكا. هانت شوف يخرجوا لك كاملين الا اللي كيبداو بام، ولا مثلا غادي يخرجوا لك كاملين الا اللي كيبداو برقم، يعني كلشي ماشي كلشي، يعني الا اللي كيبداو مثلا ب ا زد، يعني غير الارقام، ارقام وحوايج اخرى حتى حاجه. مزيان، مثلا عندنا مات، عندنا مات، عندنا ام ام مات مثلا، بغينا نشملوهم جوج، نشملوهم جوج، وعندنا تا ا تي اش اللي ما فيهاش ام، فيها ام وفيها دبل ام وفيها وما كاينش فيها ام. شنو كيفاش غادي نخدموها؟
غادي نخدموها بهاكا. شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو كتبدا بعدا كتبدا ام نجمه. شوف شنو غادي تخرج، غتخرج ليا مات وهي ستوري وساينس ومات وانجليش. علاش؟ حيت هاد النجمه هادي ما كتبزش على هاد ام تكون، فهمتي؟ واخا كتقول كتبدا بهذه كامله ولكن هاد النجمه ما كتبزش على ام تكون. فين هي اللي كتبزز على ام تكون؟ هي بلس، كتبزز على الاقل تكون ام وحده بلس. واخا تكون ديك ام ام مات غتخدم، فهمتي؟ ولكن الا كانت ا تي اش او مثلا هيستوري مثلا ما بديش بام ما غتخدمش. هاد بلس كتبزز على ان ام تكون. اوكي، شفنا نجمه ما كتبزش على ام تكون، وإلا كانت الا كان بزاف ماشي مشكل، دبل ام تريبل ام كوادرو ام، فهمتيني؟ ماشي مشكل. هادي حتى هي دبل ام تريبل ام كلشي ماشي مشكل، غير هي خصها ام تكون. ولكن مثلا الا كان واحد ولا ما كانش، الا كان واحد وما مبزش عليه، قلت ماشي الا كان بزاف، الا كان بزاف غلط. الا كان واحد ولا ما كانش، بحال مثلا ا تي اش ولا مات بحال هكا، هادو غادي نديرو ليهم هاد الكاركتر هذا ام، غنديرو ام وغادي نديرو علامة استفهام بحال هكا. يعني مات غادي تخرج، هادي ما فيهاش ام ماشي مشكل، هادي ما فيهاش ام في الاول وهادي ما فيهاش ام في الاول وهادي ما فيهاش ام في الاول، يعني كلهم تخشاو هنايا. ولكن كون كانت عندي مثلا ام ام مات ما غاديش تخدم. ولكن دابا الا بغيت بالحساب، انا بغيت ام وحده، ام وحده شنو غادي ندير؟ غندير ام ياك بحال هكا، غادي ندير واحد، بغيت ام وحده، فهمتي؟ انا متحكم، بغيت ام وحده. دابا انا بغيت على الاقل ام وحده، ما سمعتش نقول لك على الاقل ام وحده، غندير واحد فاصله، فهمتي؟ واحد فاصله. ودابا بغيت نحدد، بغيت تكون على الاقل ام وحده ولا 100 ام، شنو غادي ندير؟ على الاقل 100 ام وحده ولا 100 ام. ها انت فهمتي الشيء ولا ما شفتش؟ دابا غادي نتكلموا على سبيسيال كاركتر. هما هادو سبيسيال كاركتر كنخدموا بهم شي، كنخدموا في ريجيكس بي، بحال مثلا نقطه نجمه زائد انا ما استفهم اور، المهم باش كتبدا او العكس باش كتسالي، فهمتي؟ المهم هادو كنخدموا بهم في ريجيكس بي. ولكن الا بغيت ماتشي، الا كانت مثلا هاد مات بغيت مثلا في هذا الكاركتر هذا، في هذا الكاركتر هذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير، غادي نمشي هذا الكاركتر هذا، غادي نمشي غادي نعكسه بحال هكا. بلاتي سمح لي، راه قلت لك غادي نعكسه هكا، ما كيبطل المفعول ديال هذا الكاركتر، كيبطل المفعول ديال هذا الكاركتر. دابا مثلا غنشوف معايا هنا هذه، حنا دابا غادي نقادوها دابا مثلا، بغيت ام تبدا بام واللي كان موراها ماشي مشكل مزيان. هنا نقول مثلا هي باديه بهكا، هي باديه بهكا، غادي نجي غنعكس، غنعكس بلاتي اسمح لي انا كتبت الفوليه، هي هادي هادي، غادي نعكس الكاركتير، ما غيطلع لي والو، حتى شي حاجه ما فيها هاد الكاركتير هذا اللي هو هذا، حتى شي حاجه ما فيها هاد الكاركتير. يعني هذا بغيت نبطل المفعول ديالو، حيت هو دابا خدام معانا هنايا، ولكن الا بغيت نبطل المفعول ديالو ونجبدو، الا كان هنا اي ماتشي مثلا شي الكاركتير كان هنا، غادي نعكسو، فهمتي؟ غادي نعكسو بحال دابا مثلا، الى درت مثلا دابا نشوف شي كاركتر بلاتي اسمح لي، نشوف شي سبيسيال كاركتر مثلا ان، مثلا ان ندير نقطه، شوف معايا نقطه ان نقطه، شوف غادي يخرج لي انجلش ياك يعني. مزيان. ولكن الا بغيت انا مثلا اونتري كتخدم بهاك، نقلب عليها عاوتاني، سمحوا لي
انا ما عنديش مكتوبين في كلافي باش ما عارف، بس على جديد ما فيش اخر شيء مشكلة كوبي. شلون ما تخرجش انجلش، شي ما تخرجش انجلش ما تخرجش ساينس خفاء ان، علاش؟ حيت بات ان ولات سبيسيال كاركتر، يعني هذا الكاركتر هذا يا اما كيخدم كاركتر يا اما تعكس، ولكن هو كاركتر اصلا وبغيت نجبدو غادي نمشي غادي نعكسو، يعني غادي نمشي غادي ندير ليه بحال هكا. يعني بحال هكا غادي تعكس، فهمتيني؟ بحال هكا. يعني دابا مثلا الى مثلا ندير له بحال هكا غيخرجوا لي كامل، لان الكاركتر بغيتو بغيتو يكون اما يكون هو اما ما يكونش، ماشي مشكل، اما خرجوا لي كامل يعني. ولا المهم هذا ولا كاركتر عادي، ما بقاش سبيسيال كاركتر. اللي ما فهمش ريجيكس بي ولا ريجيكس غادي نحاولوا نفهموا اكثر. اوكي، المهم السلام عليكم.